السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدأ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفيديو غادي يكون تتم الفيديو السابق، فيه وريضات باللون الأحمر كيف ما كتلاحظوا. المهم كما قلت لكم غادي تكون هذه هي تتمة إن شاء الله. كنتمنى الفكرة تعجبكم، وهي يعني طريقة سهلة جدا اللي كنخدم معكم، يعني لمحبين او عشاق العجينه السيراميك. كما قلت سابقا ان هذا العجين يعني ممكن تصنعي بها ديكورات كثيره، يا على اللوحات يا على الليفاز او المزهريات او لا على المرايات، يعني كاين حاجات كثيره ممكن يعني تخدمي بها هذه العجينه، وممكن يعني تلونيها بالطريقه اللي بغيتي والالوان كذلك اللي بغيتي اللي كيناسبوا لك، يعني الاتات ديال المنزل خاصه اللوحات ولا المزهريات. يعني ضروري يعني تختاري الالوان اللي كتكون متقاربه للاتات ديال المنزل ديالك. وصراحه هاد السيراميك الا كانت يعني مش نقول لكم، الا كانوا الالوان يعني مناسبين للديكور ديال المنزل يعني فكيزيدها جماليه، يعني جماليه رائعه. المهم كنتمنى ان شاء الله تتابعوا معايا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير، يعني باش تعم الفائده. وكنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، يعني لان كاينين بزاف الناس يعني كيطلبوا مني انني نخدم فيديوهات ديال السيراميك، لان شحال هذه مده هذه ما خدمت، يعني بالنسبه للقناه الاولى يعني مده هذه ما خدمتش العجينه ديال السيراميك. لكن كاين فيديو قديم يعني تقريبا 4 سنين هذه باش درته، يعني راه فيه الطريقه الا بغيتو تعرفوا كيفاش يعني كنصنع العجينه ديال السيراميك، يعني لان كاين فيها انواع، لكن انا كنفضل النوع اللي كيكون مطبوخ، يعني كيكون فيه الطهي، لانه كيبقى كما قلت سابقا كيبقى مده طويله العجينه محافظه على يعني على ما كتكونش فيها الرائحه، وثانيا كتكون يعني باش ما كتبطا او لا كتقدام ديك العجين كتماسك فيما بيناتها وما كتلصقش ليك، يعني او لا تخلق ليك المشاكل ملي كتبي تخدمي عليها او لا تخدمي بها. المهم الفكره كيف ما كتلاحظوا راني صاوبت وريضات يعني احجام صغيره جدا، وحاولوا ما امكن ديروا لون فاتح لان درت انا هذا اللون ومن بعد غمق يعني ولا داكن اكثر، يعني باش ما امكن انكم ديروا الوان يعني فاتحه باش ملي كتنشف العجين يعني كتاخذ داك اللون يعني اللي تقريبا يعني بغيتوه يعني يكون في الديكور ديالكم. المهم هذه كنصيحه. وبالنسبه لداخل ديال الورده كيف ما لاحظتوا يعني درتو اغمق على الورده، المهم باش يكون واحد شويه ديال الفرق او الديفيرونس اللي كيعطي يعني كيعطي شويه ديال الجمال للورده. وممكن ممكن ديروا لون اخر يعني ماشي من اللون ديالو، يعني ممكن ديروا لون اخضر ولا اصفر، يعني حسب الاختيارات ديالك وحسب الديكور اللي بغيتي. المهم كيف ما لاحظتوا هاد الكويرات كذلك درتهم بحال لي سوغيز، يعني باش من بعد غادي نجمع هاد الوريضات مع دوك لي سوغيز وغادي نكون بهم يعني شكل من ديكور على فازا اللي غادي تشوفوا من بعد ان شاء الله. غادي ناخد عجينة أخرى وغادي نبسطها وغادي نحاول نطبع عليها بهذا الطابع اللي موجود في الأسواق، هو ديال خاصة هو ديال الحلويات، لكن أنا استغليته في هذا يعني في هذا العمل. يعني كاينين صراحة كاينين طوابع يعني كتار، ويعني اللي يساعدكم انكم تشكلوا وريضات او اللي يساعدكم في ديكورات بالنسبه لهذا العجين. وبالنسبه كاين كذلك داك المدلك يعني باش تبسطي العجين، يعني كاين كل شيء في الاسواق
خاصة سيرو يعني كاين خاص محلات ديال السيراميك وكاين محلات ديال الحلويات. وكيف ما كتلاحظوا العجين كتلصق ليا شويه، علاش؟ لان كيف طيبتها ولا المهم قديتها يعني مباشره خدمت بها، لكن من الافضل انكم ملي يعني تكملوا الطهي ديالها او ملي توجدوها تخلوها ترتاح يعني لمده 24 ساعه، من الافضل هكذا يعني باش تجيكم العجين يعني ما تخلق لكمش المشاكل في الخدمه، يعني باش ما ارتاحت كتكون احسن. المهم غادي نشكل هاد الحجم اللي طبعت، يعني غنشكلو بهاد الطريقه باش تخرج لي تقريبا ورده يعني بالشكل اللي بغيت، لانني بغيت انا هادوك السطوره اللي غادي تلاحظوا يعني كاين مدرجات، يعني بغيت انا هذيك الورده تكون محرفه بهذاك الشكل هكذاك. المهم الوريدات كلهم غادي نخدمهم بنفس الطريقه، موسيقى.
وبالنسبة للفازة اللي غادي نخدم عليها هي هذه، تقريبا الحجم ديالها كبير، لأنه كاينين غادي نخدم على جوج آخرين صغار، يعني أصغر من هذا الحجم. بصراحة كيجو الشكلات ديالهم رائعين، خاصة إلا درتي مثلا، أنا بغيت أنا ندير مثلا كوليكسيون، يعني يكون يعني 3 فازات ولا 4 فازات، ويكونوا بنفس اللون، يكونوا بنفس الديكور، يعني باش يتحطوا في بلاصه واحده. من بعد غادي تشوفوا الطريقه اللي، يعني غادي تشوف الصوره اللي درت في الاخير، يعني يعني كديكور واحد، يعني كتحطوا في بلاصه واحده. المهم اختاريت هذا اللون، دمجت اللون الابيض مع اللون النحاسي باش عطاني هذا اللون، يعني ما هوش نحاسي، يعني 100%، يعني عطي هذا اللون، يعني عجبني بزاف. المهم غادي نخدم عليه هاد الوريضات، غادي تشوفوا الطريقه. يعني المهم خدموا بالمهل، لان العجينه باقي ما نشفاش مزيان، يعني يعني حاولي ما امكن تشكليها بين يديك، ومره مره يعني بدلي الوضعيات ديالها، لانها دغيا يعني دغيا كتطلق. كما قلت لكم خدمت بها مباشره، لذلك خلوها نتوما تبات 24 ساعه باش يعني ما تشكل لكمش هذا المشكل اللي شكل لي دابا انايا، يعني يعني دغيا كتطلق. ومره مره كنحاول، غادي تشوفوا في ناحيه الخدمه، مره مره كنحاول يعني نشكلها كيف ما بغيت. المهم انا غادي نخليكم تشوفوا الطريقه، وغادي دوك الوريضات اللي درت من قبل مع لي سوغيز غادي نحاول ما امكن نحطهم على هاد الفازه، وغادي تشوفوا كل شيء في الاخير. فانتوما الا بغيتوا تخلو العجين كما هي، يعني تكون مط، او لا ديروا ليها في الاخير الفيرني، يعني تات نشف شويه وديروا ليها الفيرني، يعني باش الى يعني اللي كيعجبو اللمعان بزاف. ولكن صراحه انا هذا خطا درته في هاد المزهريه، خطا درته في هاد العجين، كان من الافضل نخليها مات، يعني ناشفه، خاصه ان هاد اللون يعني ما كي هو غامق وما كيحتاج. المهم غادي تلاحظوا انا ما عجبنيش داك الفيرني او اللمعان اللي درت ليها، المهم خسر ليها شو، يعني نقص ليها من الجماليه ديالها. ما في الواقع صراحه وصدقوني يعني رائعه، يعني داك الالوان وهما ناشفين او هما مط، يعني غزالين في المنظر. المهم انا كنصحكم يعني ماشي دائما تقلبوا على انكم ديروا الفيرني او لا ديروا اللمعان، لانه احيانا تيطغى على الديكور وتي يعني تنقص من الجمال ديالو. المهم هذه كان نصيحه، وكنتمنى ان شاء الله تبقاو متابعين معايا الفيديو. غادي نحاول كما قلت لكم، غادي كما شفتوني دابا كان يعني كنحاول، لان العجين يعني كتطلق ورطبه بزاف، يعني رطبه بزاف، لذلك كترجع يعني كطيح كتطلق. المهم غادي نبقى عليها بهذه الطريقه هكذا، يعني حتى تقصح شويه.
المهم غادي نخليكم تكملوا الفيديو، وكنتمنى تتابعوه حتى الاخير، وكنتمنى الفكره كذلك تعجبكم. وكاينين ان شاء الله غادي يكونوا افكار اخرى يعني بالنسبه للناس اللي كيعجبهم يعني هذه الاعمال او من عشاق عجينه السيراميك. فهذا فيديو من الفيديوهات، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره، والى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا جزيلا على المتابعه.